مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلم الاضواء ومتابعه اهم الاحداث في كل ما هو جديد في عالم كرة القدم سواء دوري ممتاز منتخبات قسم تاني تالت إن شاء الله معاكم على مدار ساعتين من الآن حتى الساعة العاشرة آه يمكن أن الأسبوع التمنتاشر للدوري العام المصري انتهى امبارح ويمكن بدأت بعض المباريات النهاردة في الجولة التسعتاشر كان أسبوع التمنتاشر كان اللي خلانا نتعرض ليه ونبدأ بيه ونتكلم فيه كان أسبوع باهت ومنالش استحسان لا نقاد رياضيين ولا جماهير ولا مشجعين ولا حتى الانديه وكان هناك الكثير من ردود الفعل على هذا الدوري خصوصا في الاهلي وفي الزمالك يمكن بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي لاول مره نشوف ان تطلع جماهير تتكلم وتقول عايزين خبير قروي زي اللي كان موجود آه قبل كده عايزين استبعاد حسام البدري وبرضو في الجهه الاخرى في البيت الابيض هناك من يطالب باقاله آه 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 محمد حلمي اللي هو النهارده قعد مع مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور وتم التجديد ليه وخلاص بصفه نهائيه هو مستمر مش عايز اقول لنهايه الموسم حتى اشعار اخر لان في الزمالك ممكن بعد ماتش تاني يرجعوا في الكلام يعني انما بالنسبه لحسام البدري الجو العام في المباريات هو ما كانش على مستوى الزمالك والاهلي بس عشان نكون منصفين ما كانش المستوى الفني والبدني عالي في الماتشين دول بس لا هو على كل مستوى المباريات ويمكن كان في الجوله 18 ديت الطبيعي ان ما دام جايين من امم افريقيا الناس كانت واخده راحه اربعين يوم ثمان مباريات اتلعبت فيهم آه خمس مباريات كانوا آه تعادل وفي آه كان ماتش اللي هو التعادل طنطا والمقاصه ودجله وبتروجيت الاسماعيلي والاهلي والتعدين مع انبو والداخليه مع اسوان ويمكن هناك كانت المباراه اللي كان تم الفوز فيها الانتاج على الزمالك 2-1 والاتحاد السكندري على المقاولين 1-0 وسموحه على الشرقيه بهدفين وتاجلت مباراه المصري مع الجيش آه بسبب ان المصري كان عنده مباراه آه في بطوله آه افريقيا مع ايفياتي النيجيري طبعا المستوى كان مش مظبوط ردود الفعل طلعت على الاهل والزمالك ابتدت الناس بعد مباراه الزمالك وهزيمته من الانتاج كل المشجعين تراجعت تاني وابتدت النغمه بتاعه السبعات حسام البدري يتراجعوا فيها لكن انا اعتقد لو كان الزمالك كان فاز في المباراه بتاعه الانتاج كانت النغمه دي زادت زادت قوي يعني آه كان اسبوع انا 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 شخصيا ما اتبسطتش منه يعني بس برضو في حاجه زعلتني آه من الاعلام مش عايز اقول كل الاعلام مباراه المصري المصري آه البورسعيدي نادي مصري نادي يحمل الجنسيه المصريه كان عنده مباراه مع آه إيفياتي النيجيري آه في الدور آه التمهيدي آه البطوله آه افريقيا ما فيش حد تابع المصري ما كاميرا راحت هناك ما قال حتى نصوره هو في التدريبه الاخيره واخباره ايه ورايحين يعملوا ايه طب المباراه تسجل وتذاع لو مباراه فيها أهل ولا زمالك مش هقول بس ولا زمالك بس عشان ما يقولوش ان احنا لنا اتجاهات لو مباراه أهل ولا زمالك ووديه هتروح كاميرات من قنوات كتير جدا وتروح تغطيها ولكن النادي المصري ما فيش ولا كاميرا راحت غطت ولا غطت المباراه ولا تعرضوا للمباراه كاني ما مباراه خالص وابتدوا بس دلوقتي عشان مباراته اللي هي هنقول الخبر بتاعها بتاجيل مباراه النادي الاهلي كان عنده مباراه مع المقاولين ان شاء الله بكره الساعه 8 تم يعني تقديمها للساعه 5 عشان يزوموا مباراه المصري لان هم بقوا يعني ما هو يعني الموقف مش حلو خالص يعني في مين بيتكلم عن مباراه المصري وهي بطولة افريقية زي اللي بيلعبها الاهلي زي اللي بيلعبها الزمالك زي اللي بيلعبها بيلعبها بل... الاسماعيلي. لا عايزين نقول احنا مش اعلام بنسقف يا جماعه المفروض نغطي والخلافات اللي موجوده بين النادي المصري واي نادي اخر دي القيناها على جنب ولكن كل لعيب وكل مجلس اداره وكل نادي لازم أن ياخد آه حقه. ويمكن وانا بتكلم على آه محمد حلمي وعلى آه حسام البدري اول مره يتفق الجمهورين الاهلي والزمالك الاثنين الجماهير يتفقوا على حاجه واحده عايزين نشير المدير الفني في تعديل زي ما انا كنت بقول من لجنه المسابقات بتعديل مباراه موعد مباراه الاهلي والمقاولين اللي ستقام غدا ان شاء الله الاحد هتكون الساعه الخامسه بدل من الثامنه وذلك بسبب اقامه مباراه المصري البورسعيدي وافياتي النجيري في اياب التمهيد لكاس الكونفدراليه في, في الساعه السابعه يعني مباراه المصري هتقام الساعة السابعة إن شاء الله ومباراة الأهلي الساعة خمسة طبعا التجاهل اللي تم ده أتمنى إن إحنا ميولنا أو انتمائنا أو حبنا ما يأثرش أبدا على شغلنا الإعلامي أنا لو أملك في مكاني ده إن أنا أطلع كاميرات وتوزيع هوا أنا كنت بعت عشان ما يقولك لك طب أنت ما بعتش ليه؟ لأن أنا لا أملك هنا إن أنا أبعت كاميرا و او ازيع هوا ولكن انا بتكلم على القنوات اللي واخده الحقوق واللي بتصرف شمال والمين في حاجات وديه وناشئين وقطاعات وقسم تاني وما بنشوفش حاجه خالص يعني معتمد جمال يطالب الانديه بدعم منتخب الشباب فيما يتعلق بانضمام اللاعبين استعدادا لكاس افريقيا للشباب وهو وجه الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمد حسام آه ميدو مدرب وادي دجله لتعاونهم وانه بيتمنى انه يحجز تذكره في مونديال الشباب آه في روسيا المعروف ان حسام البدري كان آه رفض على كريم آه لاعب النادي الاهلي انه ينضم ويمكن قبل ما ادخل على طول على الهوا آه استاذنا وضيفنا الكريم النهارده الاستاذ عبد المنعم آه فهمي الناقد الرياضي بالاهرام وضح لي ان الموضوع انتهى وهنشرح الموضوع باستفاضه ان شاء الله معاكم خلال الحلقه يمكن في موضوع اتكلمت فيه اللي هو موضوع اه النادي الاهلي والتجديد لمجلس الاداره من حوالي شهر او شهر وشويه اتكلمت وقلت ان مجلس الاداره النادي الاهلي اه مدته انتهت العام اللي هو اه منحه اه به معالي وزير الشباب والرياضه اه تم التجديد اه الاسبوع اللي فات لمجلس اداره النادي الاهلي اه اتفاجئنا واحنا قاعدين مع ناس خبراء لوائح وناس اه يعني عايشة القصة كويس قالوا كلام هنناقشه خلال الحلقة ولكن أنا هديكوا العنوان أن المجلس الحالي غير شرعي حسب لوائح المنظمة للأندية لأن النادي الأهلي محمود طاهر يعني بدون ذكر يعني المهندس محمود طاهر ومجلسه الفاضل كانوا أيام الانتخابات ولحد ما اترفعت القضية دي تعتبر دورة تم التجديد ليهم والتعيين لمده سنه اصبحت دوره ثانيه. التجديد الاخير دوت يعتبر باطل، ليه يا جماعه باطل؟ قال لك لان اللائحه بتقول اللائحه الحاليه اللي احنا ماشيين بيها لسه ما صدرش قانون الرياضه الجديد، قالوا ان اللائحه بتقول ان هو لا يجوز ترشيح او تعيين احد الاعضاء اللي مر عليه مدتين دورتين متتاليتين، وهم يعتبروا كده خدوا مدتين متتاليتين، فيعتبر انا لحد وانا بكلمكم دلوقتي وان شاء الله هيكون معانا خبر على التليفون ان شاء الله ويشرحوا لنا الموقف باستفاضه ان هو النادي الاهلي وجوده ما زال او اي حد تجدد له مدتين خد دورتين وتجدد له بالتعيين او بالترشيح غير شرعي. آه في مشكله كبيره احنا تنوع يعني من هنا في حلم الاضواء قلناها مع بدايه الموسم. وهنينا الشركه الراعيه وقلنا لها ربنا يوفقك واحنا وراك وانتوا اشتغلوا يعني زمان كده كنت بسمي الناس بقول لهم انتوا خدتوا اللحمه البلد اللي احنا من 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 التسعينات شغالين في دوري خارج الاضواء والقسم الثاني وشناها من زمان وجات الشركات خدت ودفعت فلوس قلت ده الهدف اللي احنا عايزينه للقسم الثاني الناس الغلابه ديت ان يبقى لها راعي ويصرف والانديه يجي لها فلوس وكان ده هدفنا اشتغلنا اكتر من 20 سنه عشان نوصل للمرحله ديت، ولما وصلت والاماكن اللي احنا شغالين فيها مش واخده حقوق اه حصريه ان احنا اللي ناخد المباريات ما كناش زعلانين وكنا مبسوطين. ولكن لما شفنا الجو بيشتغل اه مع اتحاد الكوره قلنا لا احنا كده الناس دي شغاله مش مظبوط، وده اللي حصل. اتحاد الكوره خد 15 مليون في بدايه التعاقد في بدايه الموسم و 6, و 6 مليون اه تامين. اه المفروض ان في 26 واحد يدفع القسط الثاني ما تدفعش. الشركه الراعيه ما دفعتش الفلوس اتحاد الكوره ما خدش اي قرار بعت لهم انذار طب ليه يا جماعه انتوا سايبينهم ليه طب ما دام احنا ما بنصورش هم كمان ما يصوروش ما خلاص هم كده ما, ما, يعني الـ الـ العقد هم ما احترموش العقد وما دفعلكمش الفلوس اوقفوا بس هنبعت يعني لهم انذار بعتلهم لهم انذار انذار تاني برضو الناس ما التزمتش ابتدت بعض الانديه ترفض دخول كاميرات الشركات اللي هي الشركه الراعيه اللي هي فيوتشر طب انت مستني ايه اتحاد الكوره؟ انت النهارده انت المسؤول عن هذه الانديه هنتكلم برضو في الموضوع دوت هنجيب الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس الاداره هنجيب الاستاذ احمد مجاهد اللي هو كان مع الدكتور كردي واتفقوا مع الشركه الراعيه وهم اللي عملوا العقود نشوف احنا رايحين فين لان احنا برضو لو احنا ما الحقوق لكن يهمنا القسم الثاني وهنفضل احنا يهمنا القسم الثاني وهنفضل احنا الاب الشرعي للقسم الثاني حتى لو احنا مش شغالين لحمه البلدي وشغالين باللحمه المجمده اهو بس برضه الطعم بيطلع زي الفل الحمد لله والناس برضو بتتفرج علينا وبتتابعنا بعد مرور 22 جوله اتحاد الكوره يعني تعدى 22 جوله من القسم الثاني يطلع كده فجاه اتحاد الكوره وهو راجع بقى من امم افريقيا كده ودماغه رايقه قال لك عايزين نعمل لجنه مسابقات لجنه المسابقات ما خلاص ده نص الموسم واحنا بدانا الدور الثاني يعني وعايزين يعملوا لجنه مسابقات رغم ان الكابتن خالد كامل والموظفين اللي معاه في الاتحاد انا بشهد له رغم ان انا ممكن اكون عضو هناك ممكن غيري يكون عضو هناك لكن انا بشهد لهم بالكفاءه طب ما دام الدنيا ماشيه كويسه سيبوها بقى يعني نستنى لنهايه الموسم تعالى في نهايه الموسم ومع الموسم الجديد تبقى شكل لكن انت عمل ما تشكل والناس تخش وتشتغل هيكون فاضل سبع ثمان ماتشات طب ليه يعني مش شايف لها سبب وعلى وعلى نفس المنوال تلاقيه في القسم الثالث وده اللي انا بعلنه ازاي قسم ثالث ما فيهوش لجنه مسابقات عملوا في كل منطقه اتحاد الكوره في كل لجنه في كل منطقه لجنه مسابقات من رئيس ومقرر فقط وبالتالي القرارات بتطلع المقرر ده مالوش صوت هو الرئيس بس المقرر يعرض على الرئيس والرئيس يقول ياخد قد ايه حسب اللائحه الموجوده قدامهم لو اتعرض على الرئيس حاجه يعني انا كتبت تقرير وطلعت مباراه ورحت راقبتها وكتبت ان خليل ابو العيله ده عمل واحد اتنين ثلاثة اربعه ولسه وحسب اللائحه لازم يجازى ممكن ما تتعرضش على رئيس اللجنه وما يطلعش قرار خالص حسب المزاج وحسب الاتفاق ما بين المقرر وما بين الانديه لان الانديه كلها بتتعامل مع المقرر ما بتتعاملش مع الرئيس ومن هنا بقول ان عدم تشكيل لجنه للقسم الثالث دي اسوأ قرار خده اتحاد الكوره واتمنى ان يرجع دلوقتي واشوف بكره كده المهندس احمد بجاهد وانا عارف انه هو راجل واضح وصريح انت اخطات يا باشمهندس احمد يا ريت يشكل حتى لو فاضل ست ماتشات لان الست ماتشات اللي باقيين دول مهمين جدا انت مجموعه القاهره النهارده ولا الدوري الممتاز الفرق ما بين الاول وما بين الثامن ممكن واحد في ماتش يركب اول والاول ده ينزل تحت يا ريت تعمل لك تنقذ الناس لان في قرارات طالعه مش في القاهره بس قاهره واليوبيه وكله مش مظبوطه. آه يعني انا هكتفي بالاخبار اللي قلتها لان انا معايا اتنين ضيوف يعني اعزاء آه محترمين جايبهم على قدر هذه القضايا ان هم يقدروا يتكلموا فيها، واحد هيتكلم من الناحيه الصحفيه البحته ومعايا اللي هيتكلم من الناحيه الفنيه والبدنيه البحته، معايا اتنين بعد الفاصل هنقابلهم ونشوفهم، معانا الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي بالأهرام والكابتن سيد حنفي نجم نادي الزمالك، فاصل ثم نعود ونستقبل ضيوفنا الكرام. هذا البرنامج برعايه. شركة الشرقيه ايسترن كومباني صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالميه يساهم في صناعه الابطال مجمع الصالات المغطاه ملاعب كره السله الطائره اليد كره القدم الخماسيه صالات للجيم واحدث الاجهزه الرياضيه اجهزه ايروبكس عالميه صاله للمنازلات لكفه الالعاب الفرديه صاله ليردو عالميه هذه شركه الشرقيه إسترني كومباني صرح رياضي عملاق اسسه الابطال مصر للتأمين صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط مصر للتأمين خبرات دولية بعقول مصرية ترجمة الانتماء والروح الوطنية مصر للتأمين أول أكبر شركة تأمين وطنية مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك خدمة العملاء 1914 مصر للتأمين حصن أمان للملايين